يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. كل سنة وحضراتكم طيبين. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا منى، وكل سنة وانت طيبة، وكل سنة وأحبابك طيب. كلهم طيبين. رمضان خلاص على الأبواب، بس المرة دي بجد بقى، مش كل شوية نقول رمضان على الأبواب. لا بكرة بأمر الله. ده أبواب بجد، يعني احنا بنتكلم في ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن الدخول في الشهر الكريم. النهاردة ليلة أول أيام رمضان، بالتأكيد الليلة دي لها مذاق خاص، لها ذكريات خاصة عند حضراتكم. في ناس كتير جدا بتفتكرها وهي طفلة كانت عم بتعمل إيه، في ناس بالنسبة لها الليلة دي لها طقوس معينة. شفنا امبارح الأسواق عاملة إزاي، طبعا في ناس بتنزل صلاة التراويح، في ناس بتبتدي تكلم قرايبها، في ناس بتبتدي تعمل مكالمات للمحيطين وللأقارب والأصدقاء، يعني كل واحد عنده طقوس معينة. في اللي بيعلق زينة على آخر لحظة، يعني أنت عارفة إيه، كل واحد وزوجه. متقولش على آخر لحظة عشان لسه معلق. لسه معلق، لسه في وقت. طيب، على أي حال احكي لنا عن ذكرياتك في ليلة أول يوم رمضان، بتبقى عاملة إزاي؟ وصفها لنا، هل ليك طقوس معينة؟ هل ليك ذكريات معينة؟ أكيد يا منى ليك ذكريات خاصة في هذا اليوم. أكتر حاجة بتميز رمضان عندي من وأنا صغيرة خالص، صغيرة في السن يعني 3 سنين و4 سنين، كان عندي فانوس. أكتر لون بحبه كانوا لونه أبيض، وإزاز الفانوس كان لونه أزرق. كان الفانوس بالبطارية مش بالشمعة، احنا ما خدناش فوانيس بشمعة غير لما كبرنا شوية عشان مامتي كانت بتخاف علينا من الفانوس اللي بشمعة. فاحنا بقيت بطبيعة الحال بننام بدري، معرفش بقى كانت مامتي بتبقى عايزة تخلص اليوم علشان تخلص حالها، فبتخلص من دوشتنا تنايمنا بدري ولا ايه. فالمهم كان يا دوب أذان العشاء يأذن نكون احنا في السرير على طول انا واخويا. فكان عندي انا واخويا بقى عايزين نتكلم وهي هتبقى سامعانا فكنا نعمل ايه بقى؟ كنا نعمل حرب الفوانيس. ايه حرب الفوانيس دي بقى؟ كل واحد قاعد في سريره، الدنيا ضلمة واحنا ساكتين، والفانوس بيعمل صوت، بيعمل نور على السقف وبيعمل دايرة كده. ده 3D. لا انت فاكر ايه؟ ده كان فيه شغل زمان. واللي يلمس ونشوف بقى الدايرة بتاعتي ولا الدايرة بتاعته اللي هتكبر الاول، نفضل نقرب ونوسع. الاطفال كانوا يعني يتفننوا في انهم يعملوا اي حاجة فيها كده، ونشوف بقى بعد كده مين دايرته اقوى، مين هيدخل بدايرته مجال التاني. فتلاقي بقى واحد عمال يحرك بفانوس عشان يهرب من التاني، وكانت لعبه يعني. بس احنا ما كانش مثلا عندنا طقس تعليق الزينه. لا، الناس كلها كانت زمان في رمضان تعلق زينه، احنا الشارع عندنا عمره كان بيبقى عنده زينه. يعني انا عرفت موضوع الزينه ده على كبر. لا دلوقتي كمان المواضيع اتطورت، ودخولنا على فكرة أو دخول مصر في صناعة الليد عملت طفرة في القصة دي كبيرة. جدا الليد بقى رخيص جدا، وبقى ممكن تجيب شريط طويل عريض. يعني ما كانش فيه ليد واحنا صغيرين، ما كانش فيه ليد، بس كان فيه أنوار بقى اللي هو الناس اللي بتنور وبتعمل الزينة، والراجل المسحراتي اكيد كان بيفوت. ما كانش عندي مسحراتي، مش عارفه ليه يقول اسمك وما فيش الكلام ده خالص. او انا كنت ببقى نايمه، ما اعرفش بقى، ما اعرفش. ممكن كان عمرك بواسطه المسحراتي خالص؟ لا برضو شفته على كبر، يعني على كبر. فاتمنى ان انا اعرف اعمل ذكريات كويسه لاولادي، واتمنى ان انا بتعليقي للزينه وان انا احاول ادخل مظاهر رمضان دي يكون عندهم ذكريات اكتر من ذكرياتي عن رمضان. ده حقيقي جدا، ده حقيقي جدا. وانت يا مصطفى؟ أنا نفس الكلام والله، ما اختلفش عنك كتير. كنت بتلعب بالفانوس حرب الفوانيس برضه؟ لا والله، كنا بنتجمع يعني اول يوم رمضان ده، اللي كان بيروح يصلي التراويح، اللي كان بيساعد الوالده في اعمال ان احنا هنخش على رمضان بقى، ففي تجهيزات معينه بقى وحاجات كده. يعني كانت حاجات بسيطه يعني. دلوقتي الموضوع ما اختلفش كتير، يا صلاه تراويح، يا تبعت بقى ايه، تشوف الرسائل المعلبه اللي بتجيلك اللي هو صوره بوجي وطمطم ومش عارف اللهم بلغنا الشهر الكريم. يا جماعة اتكلموا، يعني مش ممكن الموضوع ما كان تليفون زمان، بعد كده بقى رسالة لشخصك انت الكريم فيها شخصيتك، بعد كده الموضوع بقى رسالة معلبة للكل. طبعا فاللي بحس ان فعلا يعني عايز ارد عليه، او في ان هو بعتها بشكل شخصي، ببتدي ارد عليهم. يعني انا ما ببعتش رسالة معلبة خالص، بحيث القصة دي ما بحبهاش. في نفس الوقت نبتدي بقى نكلم بقى الناس الحبايب، يعني القرايب، الأصدقاء، المقربين. بس يعني هو يوم بالنسبة لي بيبقى إيه، استعداد لدخول شهر. يعني أنت داخل كده إيه، عندك شهر كده اختبار كده من ربنا هتعمل فيه إيه، فده استعداد لهذا الشهر. طبعا
ليلة أول يوم رمضان بتختلف عن ليلة العيد مثلا، بتختلف عن ليلة العيد الكبير، كل حاجة كده إيه بيبقى ليها شخصية معينة، بيبقى ليها شكل معين. برضو بحس إن في كتير قوي دايما بيبقوا حكاياتهم عن رمضان أو يمكن على مواقع التواصل الاجتماعي اليومين دول، الجروبس أو المجموعات بتاعة الشات بتبقى بتتكلم عن اشتريتي إيه وعملتي إيه وسويتي إيه. احنا بالنسبه لنا او احنا تعودنا واعتقد ان انا مستمره في نفس الطريقه، رمضان شهر زي باقي الاشهر بناكل فيه وجبه اقل، فمش عارفه ليه الناس بتبقى استهلاكها اعلى. طبعا شهر كرم وبنحب اللمه، وفي السكر بالذات اللي هو اكتر حاجه مضر. لا لا يعني الحاجات بقى اللي هو بقى قمر الدين تخش في الحاجات المسكرات المكسرات، يعني كل الحاجات اللي ممكن يعني ترفع مستوى السكر عندك في الدم. فبشكل عام اكيد هنتناول قصه يعني التغذيه السليمه في شهر رمضان خلال حلقتنا اللي جايه، ولكن خلينا نتكلم معاكم خلال الحلقه دي، ذكرياتكم ايه في اول ليله من ليالي رمضان؟ بتعملوا ايه؟ بتصلوا تراويح؟ بتعلقوا زينه؟ بتكلموا المسحراتي؟ تنزلوا بقى تجيبوا الفول والسحور وتبتدوا تجمعوا العيله على اول يوم؟ هل بتعرفوا تناموا في اليوم ده ولا ما بتعرفوش تناموا؟ ده سؤالنا بشكل عام اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، منتظرين اجابات حضراتكم هنستعرضها بالتفصيل في حلقه النهارده. صباح عليكم مره تانية، صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.